الخارجية تعلن فوز مصر باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية. مدبولي يكلف بتشكيل مجموعة عمل لمراجعة استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. روسيا تنفي طلب حكومة مادورو دعما عسكريا لحل أزمة فنزويلا السياسية. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أرحب بكم، والبداية من اجتماعات الاتحاد الإفريقي. فازت مصر باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية على أن يعتمد القادة الأفارقة القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي خلال اجتماعهم الاثنين بأديس أبابا. هذا وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ أن القرار جاء تتويجا للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والأجهزة الفنية المختصة، لا سيما وزارة التعليم العالي، للترويج للعرض المصري وإعداد ملف متكامل تضمن الإمكانيات الفنية المصرية ومدى استعداد مصر لإتاحتها لخدمة الأهداف التنموية الإفريقية. ذلك خلال لقائه نظيره الجابوني عبد الرزاق جي كامبوجو على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية بأديس أبابا. كما أعرب شكري عن أهمية النظر في عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة بين البلدين. إذا كنتم ترغبون في تغيير وجه القارة الأفريقية، فالاتحاد الأفريقي كقيادة تستطيع أن تعمل وتدرس بشكل مركزي لمشروع عملاق لبناء بنية أساسية على مستوى القارة. هذا المنتدى منبرا مواتيا لتأكيد أهمية تعزيز أطر التعاون الإفريقي متعدد الأطراف والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء هذه القارة، وكذا بحث سبل تطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وهي العناصر التي تأتي جميعا ضمن أولويات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019. الوقت أنا بعتبره في تقديري عامل حاسم جدا جدا لابد من وضعه في الاعتبار كتحدي من التحديات اللي احنا في افريقيا وفي مصر. أنا أتصور إن الأمن والاستقرار استثمار. إذا لم تستقر هذه القارة والأمن فيها بمعدلاته عالية، هذا الأمر سينعكس بالسلب علينا كلنا. ما تسيبوش بلدكم، خليكم موجودين معانا، انتوا تقدروا تعملوا وهتعملوا.
مفوض البنى التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي أماني أبو زيد إن التحول الرقمي يمثل أهمية كبيرة للقادة الأفارقة أو للقارة الافريقية في مجال البنى التحتية، مضيفة في اتصال هاتفي سابق لإكسترا نيوز أن القارة بحاجة إلى مزيد من الدعم من أجل مشروعات البنى التحتية. التحول الرقمي هو برضو يعني يمثل نقله كبيره للقاره الافريقيه في مجال البنيه التحتيه. احنا نفذنا بالفعل اكثر من 4000 كيلومتر من السكه الحديد، وعندنا برنامج ضخم كبير جدا لربط السكه الحديد اللي هو القطار السريع عبر القاره الافريقيه. وخليني اقول انه البرنامج الافريقي للبنيه التحتيه قام بالفعل بتنفيذ اكثر من 113000 كيلومتر من النقل البري، اكثر من 4000 من متاسفه من 44000 كيلومتر في مجال النقل سكه حديد، اكثر من 113000 فرصه عمل خلال حتى هذه البرامج. تعد مبادرة مصر لإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار إحدى أهم المبادرات التي تتبناها القيادة السياسية المصرية ضمن أجندة ترأس الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا وتنفيذ أجندة التنمية 2063. المزيد في سياق هذا التقرير. انتخاب مصر لرئاسة دورة الاتحاد الافريقي في 2019 لم يأتي من فراغ، بل جاء تقديرا لدورها المشهود في دعم القارة الافريقية وخصوصا عمليات التنمية. واستكمالا لسجلها الحافل في دعم التنمية بالقارة، ستعمل مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقي على دعم اجندة افريقيا 2063 من خلال تحقيق الاهداف الرئيسية للاجندة، وهي التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وفق الجدول الزمني المحدد. المسؤولية التي تشعر بها مصر تجاه القارة تبدأ من الرئيس السيسي الذي أعلن عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم للقارة. وخلال منتدى أفريقيا 2018 أعلن الرئيس التفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية بالقارة، ومن ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة كيب تاون لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلدانها. إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في قارتنا. التفاوض مع المؤسسات الدولية شركاءنا في التنمية لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومن ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة كيب تاون، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا. وعرفانا لدورها خصوصا في مشروعات الري، تم إسناد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي بتنزانيا إلى شركة مصرية بقيمة 2,900,000,000 دولار. وخلال احتفالية بتنزانيا لتوقيع إنشاء السد، أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أمله أن يكون سد تنزانيا بوابة للتعاون بين البلدين. إن شاء الله هيبقى فيه هناك فرص لمشروعات تتم بالشراكة ما بين الحكومة المصرية مع الحكومة في الدول الأفريقية وأيضا مع القطاع الخاص. والحقيقة القطاع الخاص بيلعب دور مهم جدا 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 في أفريقيا وتواجد أفريقيا. ولما نشوف يعني لما سيادة الرئيس أعلن أن احنا كمصر بتساهم حاليا في مشروعات بأفريقيا بتصل جملة استثماراتها إلى ما يقرب من 10 مليار دولار، الجزء الغالب منها لو هنشوف هيبقى هو القطاع الخاص، وده مرة أخرى بصورة أخرى عودة لقوة مصر الناعمة إلى أفريقيا. الدعم التنموي لمصر تجاه القارة يأخذ أشكالا أخرى، منها مكافحة الفساد، فقد قرر الرئيس السيسي تفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية العاملة في مجال الوقاية من الفساد.
من جانبها أطلقت الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب عدة برامج تدريبية خاصة بالقارة، أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، ويتضمن لقاءات حوارية مع متخذي القرار لبحث التحديات التي تواجه القارة. أيضا الرقابة الإدارية استضافت أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد لدول القارة الأفريقية لبحث إعداد وإصدار الخطة الاستراتيجية للاتحاد 2019-2022 والإعداد للمؤتمر الرابع للجمعية العامة المقرر انعقاده بالقاهرة. طالما أكدت أن العلاقات المصرية الإثيوبية الممتدة عبر آلاف السنين إنما تقوم على وشائج أزلية من الأخوة والصداقة والمصالح المشتركة ويربطهما نهر النيل العظيم الذي كان ويجب أن يظل رابطا للتكامل والتعاون ومصدرا رئيسيا للحياة، هذا ما اتفقنا عليه. مميزات عدة تتمتع بها محافظة أسوان جعلتها عاصمة الشباب الإفريقي، لتستعد المحافظة الجنوبية لاستقبال ملتقى الشباب العربي الإفريقي. المزيد في سياق هذا التقرير. محافظة أسوان بوابة مصر الجنوبية وعروس النيل، حباها الله بمميزات عدة جعلتها واحدة من أكثر المحافظات جمالا في العالم أجمع. يأتيها الجميع من كل حدب وصوب ليشعروا بدفء شمسها ويتمتعوا بمناظرها الخلابة. تتمتع تلك المحافظة التي تمثل حلقة الوصل بين مصر وأفريقيا بالعديد من الأنماط السياحية كالسياحة البيئية والتسويقية والعلاجية والنيلية، مع تمتعها بآثار فرعونية ومتاحف ومعابد جعلتها قبلة عالمية وعاصمة للشباب الإفريقي. تقع محافظة أسوان على بعد 879 كيلومترا من العاصمة القاهرة، وتمتد بطول 480 كيلومترا حتى الحدود مع السودان، وسماها القدماء المصريون سونو، إذ كانت ملتقى التجارة ومحط القوافل التجارية القادمة من وإلى النوبة. على أرضها بني السد العالي الذي يعتبر معجزة هندسية من معجزات القرن العشرين، ويعد واحدا من أكبر السدود في العالم. وعلى أطرافها دشن ميناء قسطل الذي يربط مصر بالسودان، وعلى ضفاف نهرها تناثرت الجزر النباتية التي تتميز بتنوعها وندرتها أيضا. ويأتي على رأس أبرز الوجهات السياحية في المدينة معبد أبو سمبل ومعبد فيلا ومعبد كومومبو ومتحف النوبة وجزيرة النباتات ومتحف النيل، لتصبح مركزا لتلاقي الحضارات بين أحضان الطبيعة الخلابة. وتمتلك أسوان موروثا حضاريا وثقافيا يضم العديد من الحرف والصناعات البيئية والمشغولات اليدوية والفنون الشعبية والتراثية، ليجعل منها بانوراما من الفن والإبداع والتراث الإنساني.
أسوان جوهرة الجنوب المتلألئة عبر العصور، والتي ساهم موقعها الفريد بأن تكون بوابة مصر لأفريقيا عبر السودان، قررت القيادة السياسية أن تكون عاصمة للشباب الإفريقي لتحتضن العام الجاري ملتقى الشباب العربي والإفريقي، وتبعث رسالة سلام للعالم أجمع من على أرضها. أسبوع جديد يبذل فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا مكثفة لمتابعة عدد من الملفات المحلية وكذلك الإقليمية والإفريقية، خاصة مع قرب تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي. المزيد في سياق هذا التقرير. أسبوع جديد يبذل فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا مكثفة لمتابعة عدد من الملفات المحلية وكذلك الإقليمية والأفريقية، خاصة مع قرب تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي. بدأ الرئيس السيسي الأسبوع باستقبال وفد رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في الكونغو الديمقراطية كعامل أساسي للتنمية في البلاد. كما ناقش الرئيس خلال اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء ورئيس المخابرات العامة رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الإفريقي، حيث شدد السيسي على استعداد مصر لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب. ووجه الرئيس السيسي بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية ومد جسور التواصل الحضري مع كافة شعوبها. الرئيس السيسي استقبل بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، حيث أعرب عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، كما أشاد بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات. وأكد السيسي أن إرادة الشعب المصري في الحفاظ على أمن واستقرار بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة الاستثمارات في مصر. كما بحث الرئيس السيسي مع وفد يضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الألماني البوندستاج، التعاون بين البلدين، حيث أعرب السيسي عن تقدير مصر للدور الذي تطلع به الشركات الألمانية كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الرئيس أن مصر خطت خطوات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في تحقيق الاستقرار على أسس راسخة، باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي. وخلال الأسبوع التقى الرئيس السيسي مع يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، حيث أشار الرئيس السيسي إلى مساعي مصر للتوجه نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة أهدافها التنموية من خلال إنشاء المحطة النووية بالضبعة، مشددا على حرص مصر على تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الأمان والأمن النووي. وفي إطار اللقاءات المستمرة التي يعقدها الرئيس السيسي مع المسؤولين الأفارقة، استقبل الرئيس وزير الخارجية البوروندي، حيث أكد السيسي حرص مصر على تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع بوروندي، بما في ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات البوروندية من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر، معربا عن تقدير القاهرة لموقف بوروندي الحريص على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل. وعلى صعيد متابعة الملفات المحلية، عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط هالة السعيد ووزير المالية محمد معيط ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خيرت بركات، حيث وجه الرئيس بتكثيف جهود مؤسسات الدولة والتنسيق بينها للحد من مستوى الفقر وزيادة فرص العمل، خاصة بين الفئات الأكثر احتياجا، ومراعاة مشاركة الشرائح المستهدفة في صياغة استراتيجيات وسياسات مواجهة الفقر وزيادة برامج التوعية المجتمعية الخاصة بقضية الزيادة السكانية. كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة آخر التطورات الخاصة ببعض المشروعات التنموية الكبرى بالدولة. وعلى الصعيد الإقليمي، استقبل الرئيس السيسي سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، حيث أكد الرئيس اعتزازه بمبادرات وجهود القاسمي الداعمة لمصر والتي تؤكد ما يكنه من مشاعر وتقدير تجاه الشعب المصري. ولفت الرئيس السيسي إلى ما يجمع مصر والإمارات وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك.
وفي إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، في إطار حرص الرئيس على متابعة تنفيذ الخطط التنموية والبرامج الخدمية المقدمة للمواطنين، عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والطلابية بحضور وزاري واسع، حيث وجه الرئيس بتذليل الصعاب وحل المشكلات التي تواجه محافظة بورسعيد. كما وجه الرئيس بمواصلة العمل الجاري لرفع كفاءة وتطوير بحيرة المنزلة وتوفير التمويل اللازم للشباب لتشغيل المصانع التي تم الانتهاء من إنشائها. وأوضح الرئيس السيسي أن نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل يتطلب التزاما متبادلا بين الدولة والمواطنين. عودة مشاهدين مرة أخرى لإلقاء مزيد من الضوء على اجتماعات الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، تنضم إلينا الآن عبر الهاتف من هناك موفدة إكسترا نيوز سريا ياسين. سريا أرحب بك. نعم، أنت شكرا جزيلا. من 5 سنوات وحتى الآن عملت الدولة المصرية على عودة العلاقات مرة أخرى مع القارة الإفريقية، عودة هذه العلاقات بنشاط كبير وبفتح كبير بعد غياب سنوات طويلة من التعاون مع القارة الإفريقية. يعني اليوم أو هذه الأيام نشهد رئاسة مصر أو تسلم مصر لرئاسة الدولة الثانية والثلاثين للاتحاد الإفريقي. أكثر ربما من 30 لقاء شغل العام الماضي، لقاءات وزارية لعدد من الوزراء المعنيين للاستعدادات لرئاسة مصر هذا العام 2019 الدورة 38 للاتحاد الإفريقي. في هذا العام وكانت في اللقاءات عملت مصر على عدد من البرامج الطموحة لرئاسة طبعا بأفضل شكل ممكن، ومن ذلك من خلال الشعار الذي وضعته مصر في للمؤتمر هذا العام، هو شعار عام اللاجئين والعائدين والناجحين داخليا نحو حلول دائمة للنجاح الفكري في افريقيا. أعداد اللاجئين بالطبع في القارة الإفريقية عددهم كبير جدا، تصل إلى ربما ثلث أعداد اللاجئين الموجودة في كل دول العالم، 37% على تحديدا، أكثر ربما من 19 مليون لاجئ موجود في القارة الإفريقية، ربما أيضا حوالي 39 مليون ناجح داخليا. لذلك هذه القضية ربما هي من أبرز القضايا الموجودة حاليا في القارة الإفريقية واختارت مصر العمل عليها. العمل على هذه القضية أيضا جاء بشكل مختلف هذا العام. العمل على هذه القضية لم يأتي فقط بشكل سياسي أو تلون هذه القضية بشكل سياسي، وإنما العمل عليها بشكل إنساني من نقطة الأمور الصحية والشؤون الاجتماعية والصحية للاجئين والناجحين في القارة الإفريقية، ثم وغير ذلك ضمن عدد من الإصلاحات الرئاسية التي ربما اقترحها فريق الإصلاح في الاتحاد الإفريقي، كان من بينها العمل بشكل مختلف على قضية اللاجئين والعائدين من تحديدا أو تلاوة تحديدا من القسم الخاص بالصحة والشؤون الإنسانية. دعينا أيضا الاجتماعات التي بدأت اليوم أمس منذ 7 فبراير، بدأت هذه الاجتماعات باجتماعات وزراء الخارجية والمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الدول الاتحاد الإفريقي. هذه الاجتماعات رئيسها طبعا السفير سامح حسني وزير الخارجية المصري، كان لها عدد من الأعمال بطبع بحث مشروع جدول الأعمال المقررة للاتحاد الإفريقي هذا العام، وأيضا إعلان نتائج اجتماعات الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي على مدار بطبع اليومين يوم أمس واليوم. في استمرت هذه الاجتماعات اليوم في تصريح تفصل للسفير سامح حسني وزير الخارجية، قال أن هناك عدد من البرامج الدولية التي تعمل عليها مصر ضمن رئاستها هذا العام للاتحاد الإفريقي وتحديدا على أجندة إفريقيا 2063، وطبعا أيضا عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي الدنيا الأساسية في القارة الإفريقية. ستعمل أيضا مصر على عملية الربط البحري عن طريق كيب تاون، أو عفوا الطريق البري عن طريق كيب تاون القارة، وأيضا حتى طريق الربط البحري عن طريق ربط بحيرة فيكتوريا مع البحر المتوسط. كان هناك أيضا حديث من قبل حديث مسبق عن أيضا عدد من السكك الحديدية
التي من المفترض ان يتم حتى مع الدول او فقط الدول الافريقيه ايضا اتفاقيه التجاره الحره، يعني عدد ربما من النقاط التي سيتم العمل عليها هذا العام تحديدا التي ستركز عليها مثل هذا العام. اليوم ايضا انطلقت صباحا الرؤيه وتقرير الرؤيه الاقتصاديه للقاره الافريقيه لعام 2019. هذا التقرير ركز على ثلاثه نقاط، هي نقاط تخص الاداء الاقتصادات الكليه الافريقيه، ايضا مناقشه الفرص. النقطة الثانية كانت تتحدث عن الوظائف والتنمية ومناقشة ديناميكية الشركات في القارة الإفريقية وأيضا رؤية لأداء هذه الشركات، وأخيرا التكامل من أجل اقتصاد مصر وهو عنوان الرؤية الاقتصادية هذا العام في 2019 للاتحاد الإفريقي. من بين أيضا هذه الرؤية كان هناك حديث عن هناك نقاط أو خمسة نقاط أوثق في هذه الرؤية الاقتصادية تمكين افريقيا من زياده اجمالي الناتج المحلي في القاره بنسبه 4.5% وزياده اجمالي الناتج المحلي. بالطبع ايضا كان هناك حديث عن انه القاره الافريقيه تحتاج الى توفير 12 مليون فرصه عمل كل عام لمنع القاره الافريقيه من الدخول في مشكله في البطاله. نعم. ايضا نتحدث عن يوم الاحد القادم وهو انطلاق القمه القادة الأفارقة سيكونون مشاركون في هذه القمة والتي بالطبع ستتكلم فيها مثل رئاسة الاتحاد الأفريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستتكلم الدورة 32 من رئيس الاتحاد الأفريقي في عام 2018 رئيس كوندا بن تجامي رئيس الدورة الماضية. سيتم أيضا استعراض تقريرين، الأول عن مجلس الامن مجلس السلم والامن التابع طبعا للاتحاد الافريقي، وتتم ايضا مناقشه او الاعلان عن خارطه الطريق الرئيسيه للاتفاق لعام 2019، كما تتم ايضا مناقشه 15 تقرير من حوالي 14 دوله افريقيه قادت طبعا هذه الدول على مدار يومين، وتتحدث هذه التقرير عن التقارير عن اجنده طبعا 2063 موضوع عليم والابتكار، وايضا الصحه لها جزء كبير في عدد من التقارير التي تناقش وضع حاله الايدز في افريقيا، ايضا تمويل صندوق الصحه الافريقي، العمل على حاله الملاريا، يعني عدد كبير من التقارير التي كما ذكرت. يعني مع انتهاء اليوم منتظر يوم الاحد المقبل الذي يتكلم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسه الدوره 32 للاتحاد الافريقي. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا ساريا ياسين مفيدة إكسترا نيوز في أديس بابا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، أشكرك. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في خطة الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الدولة حاليا. هذا وكلف مدبولي خلال ترأسه أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز بتشكيله الجديد بتكوين مجموعة عمل من الوزارات والجهات المختصة وذوي الخبرة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. من جانبها أوضحت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز إنفاق نحو 5,400,000,000 جنيه لتمويل نحو 251,000 مشروع وفرت حوالي 407,000 فرصة عمل. وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى إنفاق حوالي 31,000,000 جنيه على البنى الأساسية والتنموية المجتمعية والتدريب، مما يوفر حوالي 208,000 فرصة عمل خلال عام 2018. قالت نيفين جامع رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز بصدد الانتهاء من اتفاقيات لضخ أموال جديدة ليتم استخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي اتصال هاتفي سابق لإكسترا نيوز أوضحت جامع أن هناك إقبالا كبيرا من الشباب على الجهاز لتمويل مشروعاتهم. تم ضخ
منذ نشأة الجهاز احنا اقترضنا 16 مليار بما يعادل 16 مليار جنيه، تم تدويرهم ضخينا في السوق 39 مليار، أتاحوا 3 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، وفروا 4 مليون و7 من عشر فرصة عمل. الأهم بصراحة كان في مجلس الإدارة بالأمس هو استعرضنا للاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة على المستوى القومي، وبناء عليه تم تشكيل أمر بتشكيل مجموعة عمل من بعض الوزراء المعنيين بحيث نراجع هذه الاستراتيجية علشان نضعها موضع التنفيذ، بالإضافة لمناقشة قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإن احنا نحاول نستعرض كل أركان ومحاور هذا القانون تمهيدا لتقديمه للاعتماد من خلال مجلس النواب. أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نحو 3 ملايين شخص زاروا معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 50 والتي اختتمت في 5 من الشهر الجاري. هذا وأشار المركز في عرض توضيحي له إلى أن نحو 749 دار نشر شاركت في المعرض. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بعد التواصل مع الوزارات وجهات الدولة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بعد التواصل مع الوزارات وجهات الدولة. ونفى المركز ما تردد عن توقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدود الدخل، حيث تواصل المجلس مع وزارة المالية التي نفت صحة هذه الأخبار، مؤكدة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاستمرار توفير الوحدات السكنية لفئة محدود الدخل بتمويل طويل الأجل بفائدة مخفضة. فيما ترددت أنباء تفيد بأن البنك المركزي قد أعلن أن حملة خليها تصدي قد وفرت لخزانة الدولة 12 مليار دولار خلال شهر واحد، حيث تواصل المركز الإعلامي مع البنك المركزي الذي نفى صدور أي تصريحات أو بيانات عنه بخصوص هذا الشأن، موضحا أن خفض الجمارك على السيارات الأوروبية وصل إلى 0% بحلول يناير الماضي وفقا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وانتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد برفع الحكومة الدعم عن الخبز مقابل الحصول على الشريحة 5 من صندوق النقد الدولي، فيما نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تلك الأنباء تماما، مؤكدة التزامها بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم 5 قروش دون أي زيادة وبالمواصفات المحددة سلفا. وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإيقاف الحكومة صرف حصص المواطنين من التموين لشهر فبراير، حيث تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لم يتم وقف صرف أي من المقررات التموينية وأن عملية صرف السلع تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد وتستمر من أول الشهر حتى آخره. وردا على شائعة مفادها أن الحكومة تنوي تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية،
فقد أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كذب تلك الإشاعة، مشيرا إلى حرص الحكومة على الحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وحول ما تم تداوله من أنباء في بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن نية الحكومة تسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة توفيرا للنفقات، من جانبه أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كذب تلك الادعاءات، كاشفا أنه يتم حاليا تثبيت جميع العاملين المؤقتين سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد. كما انتشرت شائعة حول صدور قرار من الحكومة بإلغاء قيمة العلاوات الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام. من جانبها أوضحت وزارة المالية أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، مؤكدة التزام الحكومة قانونا بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإلغاء وزارة التعليم العالي مكتب التنسيق، حيث تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت الأمر، مؤكدة استمرار مكتب التنسيق في استقبال الطلاب للقبول بالجامعات المصرية، مشيرة لأهميته باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها توزيع الطلاب الناجحين في مرحلة التعليم الثانوي على الجامعات والمعاهد المختلفة. تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار محافظة الإسكندرية قرارا بهدم فندق هيلنان فلسطين القائم بمنطقة المنتزه، حيث تواصل المركز الإعلامي مع محافظة الإسكندرية التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن الفندق التاريخي قائم كما هو ويعمل بشكل طبيعي في استقبال الرواد والزائرين، نافية وجود أي نية لهدم هذا الفندق. انتشر في بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه الأثري إلى 50 جنيها بدلا من 25 جنيها للفرد الواحد، فيما أكدت محافظة الإسكندرية عدم صحة تلك الأنباء، موضحة ثبات سعر التذكرة عند 25 جنيها. أكدت وزيرة الصحة هالة زايد التزام الدولة بتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أن مظلة التأمين ستشمل كافة المصريين. وأضافت الوزيرة في بيان أن التنسيق مستمر بين الوزارة وهيئة الرعاية الصحية لتنفيذ مرحلة انتقالية لتطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد. من جانبه كشف الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة والمشرف على مشروع التأمين الصحي عن أن العاملين في المنظومة الجديدة ستكون لهم أجورا متميزة ودورات وبعثات تدريبية داخل وخارج البلاد. تشهد عدة مدن حول العالم اليوم تظاهرات لأنصار المعارضة الإيرانية تزامنا مع الذكرى 40 لثورة الخميني. هذا وسيعبر المتظاهرون عن دعمهم لما وصفوه بالبديل الديمقراطي متمثلا في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. على مدى 40 عاما ارتبطت الحياة السياسية في إيران ارتباطا وثيقا بالخميني الذي تزعم المظاهرات المناهضة لحكم الشاه. هذا وانقض على الثورة الإيرانية لينحرف عن مطالبها ويؤسس ما عرف بجمهوريته الدينية التي طبق فيها أطروحاته الفكرية والدينية التي كان أبرزها ولاية الفقيه. المزيد في سياق هذا التقرير. من خمين إلى جمران امتدت حياة الخميني على مدى 87 عاما صعودا وهبوطا، فهو من بلور فكرة ولاية الفقيه وأسس الجمهورية الإيرانية التي صبغها بصبغة الدين. فالعجوز الذي جاء من منفاه في فرنسا وهو يبلغ 77 من عمره ليقود ثورة على النظام الملكي المتمثل في حكم الشاه، عرفه الإيرانيون ثوريا بعمامة سوداء منذ شبابه، وتعرض للاعتقال من النظام الملكي حتى نفي من البلاد وحط الرحال في الخارج لمدة 15 عاما متنقلا بين تركيا والعراق وفرنسا قبل أن يعود ليؤسس الجمهورية الإيرانية الإسلامية وليكون مرشدها الأعلى والأول.
فالسيرة الشخصية للرجل المولود عام 1902 تكشف أسرار أفكاره التي غيرت وجه إيران بل ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، إذ لعبت الدراسة الدينية دورا كبيرا في تكوينه الفكري، وأنقذه مراجع الشيعة الكبار من السجن عام 1963 بعد أن منحوه درجة آية الله العظمى ليكتسب بذلك حصانة تمنع سجنه بعد أن اعتقل لمدة 10 شهور. وبعد أن خرج الخميني من السجن نفاه الشاه خارج البلاد ليأخذ الرجل من المهجر طريقا لنشر تعاليمه ونظرياته وأطروحاته عن الحكم وولاية الفقيه والحكومة الإسلامية، وعمل على الوصول للداخل الإيراني عبر أشرطة الكاسيت قبل أن يعرف في الإعلام الدولي بزعيم الانتفاضة الإيرانية التي اشتعلت في البلاد منذ عام 1978. وفي عام 79 اقتنص الخميني فرصة مغادرة الشاه للعلاج في الخارج لتحط طائرة الرجل القادم من فرنسا مطار طهران ليقود الثورة الإيرانية التي شكل مجلس قيادتها عام 79. ومع تأسيس دولة ولاية الفقيه المطلقة بدأ الخميني مواجهة رفقاء العمل الوطني حتى من شاركوه رحلة العودة من الخارج إلى إيران مجددا، وأبرزهم أبو الحسن بني صدر وصادق قطب زادة. فالأول أصبح أول رئيس لجمهورية إيران الإسلامية قبل أن ينتهي به الحال بعد أقل من عامين على الثورة منفيا خارج البلاد، والثاني أصبح وزيرا في أول حكومة بعد الثورة وانتهى به المطاف معلقا على المشنقة بتهمة التآمر على الثورة. وهكذا استتب الأمر للخميني، وأحكم رجال الدين في إيران قبضتهم على الحكم في البلاد بالحديد والنار قبل أن يتوفى الرجل عام 89. لكن لم تمت بعد أفكاره التي أسست لسلطة دينية متطرفة تحت اسم الإسلام في إيران ما زالت تحكم إلى اليوم. تحولات كثيرة مرت بها ثورة الخميني في إيران، ومن ضمنها انقلاب الخميني على القوى الليبرالية التي دعمته، حيث أسس نظام حكم استبدادي بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران. المزيد في سياق هذا العرض الذي يقدمه لنا الزميل حسام حداد. أهلا بكم حضرات السادة المشاهدين. تعود شعبية الخميني إلى شرائط الكاسيت التي كان يرسلها من منفاه في فرنسا إلى الداخل الإيراني، يتحدث فيها عن الحراك الثوري ويفتي بفتاوى دينية تتوافق مع حالة الشارع وتساهم في التصعيد تجاه شاه إيران. لكن كيف بدأت ثورة الخميني وكيف نفي الشاه؟ في 8 يناير عام 1978 هاجم الإعلام الملكي القائد الشيعي آية الله الخميني بصورة شخصية، ما أدى إلى احتجاجات مصحوبة بأعمال عنف ضد نظام الشاه في مدينة قم. كانت هذه الاحتجاجات هي الشرارة الأولى للثورة الإسلامية، وتوسمت القوى الليبرالية في إيران تحولا ديمقراطيا قد تحدثه ثورة رجال الدين، فدعمت الخميني، لكنه أسس عوضا عن ذلك نظام حكم استبدادي بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران. في صباح 16 يناير عام 1979 منح البرلمان الملكي في إيران الثقة لحكومة رئيس الوزراء شهبور باختيار، عقب ذلك إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده الشاه قبل توقيته بلحظات. وفي تمام الساعة 9:45 أقلعت طائرة الشاه وقرينته في رحلة بلا عودة، وآخر ما قاله: ما تحتاجه البلاد الآن هو التعاون بين السكان لإعادة الاقتصاد إلى مساره. وفي تمام الساعة 1:31 حطت طائرة الشاه في أسوان بمصر، وأعلنت الإذاعة الإيرانية نبأ رحيل الشاه عن البلاد. ثم عمت التظاهرات شوارع إيران وسط هتافات: رحل الشاه، عاش الخميني. ومن مقر إقامته في باريس هنأ الخميني الشعب الإيراني بما وصفه بالمرحلة الأولى في اتجاه النصر، واكتفى الخميني بالقول أنه سيعود إلى إيران في الوقت المناسب. في 1 فبراير عاد الخميني إلى طهران منتصرا بعد نحو 15 عاما من المنفى على متن طائرة فرنسية. وبعد 4 أيام فقط قام بتعيين رجل السياسة الليبرالي مهدي بزركان رئيسا للحكومة، وقال جملته الشهيرة: من اليوم فصاعدا أنا الذي
يعين الحكومة. وفي الأول من أبريل عام 1979 تم الإعلان عن الجمهورية الإسلامية مع دستور وتشريعات قائمة على الشريعة الإسلامية من منظور الخميني، مستندا على مبدأ ولاية الفقيه، أي السلطة المطلقة لعالم الدين الإسلامي. في 5 مايو أنشأ الخميني فيلق الحرس الثوري الذي تحول إلى جيش النخبة في النظام، وأمل الأكراد بالديمقراطية والاستقلال الذاتي بالتزامن مع الثورة، وهددوا في فبراير من العام 1979 بالانفصال عن الدولة المركزية، ونتج عن ذلك مجازر ذبح وقتل للأقليات بحجة الحفاظ على وحدة الدولة، حتى استقال بزركان عن رئاسة الحكومة اعتراضا على سياسات الخميني وشرع الولي الفقيه في الهيمنة على مفاصل الدولة الإيرانية، ونصب الخميني أبو الحسن بني صدر كأول رئيس للبلاد بعد الثورة، وتم عزله بأمر من الخميني أيضا في يونيو من العام 1981، وهرب خارج البلاد، وهكذا انتهت النهضة الديمقراطية سريعا. إلا أن بني صدر عاد ليقول من المهجر لم يتغير الخميني إلا عندما هبط درجات السلم من الطائرة في إيران. ففي سنوات الرعب ما بين عام 1981 حتى 1985 قضت المحاكم الإسلامية المستعجلة بالإعدام على الآلاف من معارضي الولي الفقيه، ويستمر مسلسل الاعتقالات والقتل ودعم الإرهاب حتى يومنا هذا، أي منذ 40 عاما من ثورة ولاية الفقيه الإيرانية. شكرا لكم حضرات السادة المشاهدين. أكدت روسيا أن العملية العسكرية المحتملة في مدينة إدلب السورية ستكون منظمة بشكل فعال إذا تمت، مشددة على أنها لن تسمح بوجود أماكن للإرهابيين في سوريا. هذا وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فريشنان إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والوضع في إدلب سيكون على طاولة المباحثات خلال لقاء زعماء روسيا وتركيا وإيران في 15 فبراير الجاري في مدينة سوتشي الروسية. حذر خبراء ومسؤولون استخباراتيون سابقون من حملات خفية تنفذها الدوحة للتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين أنها لا تدخر أي جهد أو مال لفرض نفوذها. هذا وأفاد موقع واشنطن فري الأمريكي أن قطر دولة صغيرة تشارك في عمليات سرية للتجسس الإلكتروني على الأراضي الأمريكية وتنفق ملايين الدولارات كجزء من حملة مستمرة لتغيير المشهد السياسي الأمريكي.
هذا وقال الباحث رونالد ساندي وهو محلل كبير سابق في المخابرات العسكرية الهولندية إن قطر تجسست على الأعداء والحلفاء على حد سواء، منوها بالفضيحة الكبيرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي تلقي بعض أعضائه السابقين أو تلقى بعض أعضائه السابقين رشاوى لتمكين قطر من استضافة كأس العالم. أكدت الخارجية الروسية أن فنزويلا لم تطلب دعما عسكريا من موسكو لحل أزمتها، وأعربت عن استعداد موسكو للحوار مع السياسيين الفنزويليين المستعدين للنقاش بما يخدم مصلحة كاراكاس، مشددة على أن الرئيس الشرعي والوحيد في فنزويلا هو نيكولاس مادورو. أكدت وزارة المالية أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي شهادة مهمة بنجاح البرنامج وتعافي الاقتصاد المصري. هذا وقالت الوزارة في بيان أن تقرير الصندوق ذكر عددا من التوقعات الإيجابية لإدلاء الاقتصاد المصري أو لأدائه خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، أهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لـ 5.5% للعام المالي الحالي وبنسبة 5.9% خلال العام المالي المقبل. كما أكد التقرير قدرة مصر على خفض معدل الدين العام لـ 83.3% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل ونزولا من 86% متوقعة للعام المالي الحالي. إذن وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة، إليكم تذكرة بأهم ما ورد فيها من عناوين. الخارجية تعلن فوز مصر باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية. مدبولي يكلف بتشكيل مجموعة عمل لمراجعة استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. روسيا تنفي طلب حكومة مادورو دعما عسكريا لحل أزمة فنزويلا السياسية. نهاية هذه النشرة، المزيد من الأخبار تابعونا دائما على موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.